السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة عبدو، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقوم بفلاش وتعريب هاتف نوكيا 5230. إذا نبداو على بركة الله. إذا نفتحوا البرنامج انفينيتي بيس اللي بي غادي ندوزو الفلاشة، نختاروا الموديل. طبعا أول حاجة الموديل ديال الهاتف اللي هو إغ إم 588، من بعد نختاروا إم سي إي هنا، ونمشيو للفلاشة نختاروا الملف. تاني حاجة بي بي ام واحد نفس الشيء نختاروا الملف. هنا سي ان تي واحد نختاروا الملف. اذا لاحظتوا محتاجين ثلاثة الملفات، لهذا بي بي ام اثنان ما محتاجوهاش. من بعد هاد ديد مود نديروا عليها علامة. هنا نزلوا لتحت مود فلاش مود سيتينغز نختاروا فول فلاش. اخر حاجة قبل ما نبرونشيو الهاتف نضغطوا على فلاش. هنا في هاد الاثناء خصنا نحيدو البطارية للهاتف، وغادي نردو غادي نبرونشيو هو الاول. اول حاجة نبرونشيو الهاتف مع الحاسوب ونردو ليه البطارية، وغتلاحظو ان البرنامج غادي يتعرف عليه تلقائيا، غادي تبدا العملية من تلقاء نفسها. نتسناو غير ان البرنامج يتعرف على، قبل هادي ضروري خصنا نضغطو على واحد على البطونة ديال التشغيل باش يتمكن منو. ها هو العملية بدات، دونك ملي لاحظتو العملية بدات ما علينا غير نتسناو. إذا العملية بسيطة جدا كيف ما قلت لكم، يعني ما علينا غير نتبعو المراحل ونتيري شارجيو برنامج نوكيا بي سي سويت، نانستاليو على الحاسوب ضروري حيت هو اللي فيه لي درايفر ديال الهواتف نوكيا كلهم، والفلاشة ديال الهاتف اللي بغيتو تفلاشيوه، وبرنامج انفينيتي بيست باش كندوزو الفلاشة. ومع عليكم غير تبعوا المراحل وان شاء الله غادي تدوز العمليه مزيانه، وغادي تفلاش الهاتف ان شاء الله ودخل فيه اللغه العربيه. غير في هذا الاثناء ما خصكمش تنسوا الهاتف، ما تديبرونشيوه ما والو حتى تسالي العمليه. اذا نتسناو ان شاء الله حتى تسالي العمليه. اذا العمليه غاديه، وكما العاده راه ضروري غتلقاو هادو الملفات يعني كاع داكشي اللي غادي تحتاجوه غتلقاوه تحت الفيديو ان شاء الله باش تيليشارجيو وتبعوا الطريقه ان شاء الله. وراه غادي اذا العمليه راه سالت. اذا لاحظتوا معايا الهاتف يعني العمليه راه سالت. اذا ريبوتنا ونتسناو غير ان الهاتف غادي يطرد ديمارا بوحدو، وراه غادي تفلاش ان شاء الله وغادي يخدم بشكل جيد وتكون فيه اللغه العربيه. وكما العاده نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كما العاده الاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو والاعجاب. وطبيعه الحال اللي عنده شي استفسار ولا شي مشكل ولا شي حاجه يحتارينا تحت الفيديو، ان شاء الله غادي نتعاونوا جميع ونجاوبوا عليها بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.